بالنسبه لوصفه شهيات قريحه حاولت اجتهد اكثر، ضفت اضافات من عندي يعني. اسمي احمد عمر شتاب من مدينه قريحه محافظه الدلتا. بلشت سنه 1994، بلشت مع اخي الكبير الله يحفظه لنا اياه، مدينة قريحة طبعا، وشوي شوي صرت اتطور. بعد طبعا الجيش فتحت محل حلويات بمدينة قريحة، حلويات شرقية مع حلويات غربية. طلعت على تركيا، دخلت نظامي على تركيا وجيت لهون على اسطنبول مباشرة، ومن بعدها صرت شوي شوي اطلع اشتغل لحالي في البيت، وزع حلاوة وجبنة حسب اللي ينطلب مني اشتغله، حلاوة وجبنة شعيبيات اشتغل بالبيت، يتصلوا فينا وزعوا للبيوت، ما كان في محلات كتير. ومن بعدها فتحت محل هون لحالي، صار لي فيه 3 سنين الحمد لله، والله مفضل علينا. قلت الشعيبيات اهم شيء، عندي درجة الاولى الشعيبيات. شعيبيات قريحة تتميز بنوعين، نوع القرشي وجماليتها، الخطوط اللي بتطلع بتظهر على وجه القطعة بتطلع كتير حلوة. هاي اللي بيميزها عن غير محافظة. وهلا نحن عم نحضرها وبعطيك بفرجيك كيف انه في فرق بالسحر، وفي فرق كمان بالعجين بالطحين، نوع الطحين. هلا اول شيء ناخذ المواد ونحطهم بالعجان ونعجنها لمده تتراوح بين 30 و 40 دقيقة لين نعم على سوا العجين. بعد ما نعمل وشفنا العجين صار جاهز للشغل، طالع من قطع قطع بهالشكل، مثلا وزنه 60 غرام، بنجيب القطعه بنرقها بهالشكل هذا، نفتحها بالشغبك على الرواق، ما بنخليها لا مجعلكي لا مطاوجي، ويعني بتكون متناسقه مع بعضها، بنحط لها السمنه او زبدي اللي متوفر عندنا. بعد ما نورقها وعلى الرباعش اخذنا النعومة كويس، بنريحها نص ساعه في البراد. هلا بنجي لموضوع التعبه، نحشيها حشوي على كيفنا، البدنه يا جوز قشطه تسرح على بيت. اجت مرحله الشوي، هلا ندخلنا على الفرن. مقدار الفرن تقريبا درجه حرارته يعني 180 لل 200 لمده 45 دقيقه بالضبط، من 40 ل 45 دقيقه. بعد ما تكون هلا جهزت طلعت من الفرن على القطر، اذا عطيتيه قطر سخن ما بقى بتفرنيش. يعني هي كلها بعضها مرحلة، هاي قطعة رقيناها ورقناها حشيناها بس.